والله سعيد وجد سعيد التواجد ديالي في هذا المحفل هذا العيد كما قالت السيدة رئيسة الجمعية مشكورة لأن تنظيم تظاهرة من هذا الحجم في مدينة أوطاوا ليس بالسهل ولكنه ينم على حب بلد جميل بلد متداعي الأطراف المغرب يجري في عروقنا الدليل دليل أنكم كلكم جيتوا كتحتفلوا بذكرى المسيرة الخضراء كمغاربة بمدينة أوطاوا إذا فشكر للجميع على الحضور كيفما كان نوعه وكيفما كانت مرتبته المغرب كما تعلمون سيداتي سادتي شواطئه 3500 كيلومتر عندنا 500 كيلومتر هنا عندنا 3000 كيلومتر هنا المساحه ديالو 710000 كيلومتر مربع و 850 كيلومتر مربع هذا البلد كان محط ديال التنافس الاستعماري التنافس الامبريالي بحكم الموقع ديالو جميع الدول ارادت ان تسيطر عليه كل شيء كان بغى المغرب علاش لان عنده واحد الموقع اوروبي يحتله اوروبي ماذا اقصد بالاحتلال الاوروبي كان اقصد بان المغرب تعرض للاحتلال الفرنسي كانت عندنا واحد المنطقه اللي كتسمى المنطقه الخليفيه عفوا المنطقه السلطانيه هذه اللي كانت السلطان والمنطقه الخليفيه اللي هي المنطقة الإسبانية ومنطقة دولية اللي هي طنجة المغاربة رفضوا هذا الاحتلال وواجهته مقاومة مسلحة مقاومة عنيفة مقاومة شرسة يعني كم للأسف أن الإخوان المنظمين ما عطاونيش الوقت الكافي باش نتكلم عن المقاومة ولكن غنذكر لكم ثلاثة المقاومات ولا أربعة كاين مقاومة اللي انطلقت في الجنوب اللي هي مقاومة أسرة ماء العيناني المقاومة اللي انطلقت في الأطلس المتوسط مقاومة محمود زياني في النواحي ديال وزازات السوبتلان ولكن المقاومة التي كتبت بمداد من الفخر وأصبحت مقاومة عالمية دولية كل شيء كيعترف بها هي مقاومة الريف مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي هذه اللي كان عندها واحد الصدى دولي بحيث ماو تسي تونغ رئيس الصين اعترف وقال بان بطل حرب التحرير الشعبيه في العالم هو عبد الكريم الخطابي وهذه مفخره كبيره للمغاربه هذه المقاومه المسلحه اللي جملات تراب وطني من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ستستمر المغاربه يثوروا اكثر فاكثر ولكن هذه المره البارح ما كنطالبوا بالاستقلال دابا لا ما كنطالبوش بالاستقلال كنطالبوا بعودة السلطان عاد الاستقلال معنى ان السلطان المغربي رمز من رموز الامه غادي نقول لكم واحد القضيه بسيطه بين قوسين ربما مساله بسيطه شي مره ملي كتكون كتبغي شي واحد ميرسي بوكو شكرا شكرا ميرسي المقاومة المسلحة هي بسيطة انت قاعد تفلاك وتجمع لك شي واحد انت العائلة كل شيء غادي يدافع اللي غادي يقوت غادي يقوت غادي يضرب التبصير غادي يضرب التبصير غادي يضرب الحجرة غادي يضرب الحجرة يعني ماشي ضروري خص كل شيء يكون قاري وفاهم باش يتفاوض ولكن هذه المقاومة تطورت إلى ما يسمى بظهور الحركة الوطنية هذه الحركة الوطنية غادي نختصر بسرعة انها في الاول كانت تطالب بالاصلاحات فرنسا واسبانيا قلتوا بانكم غديروا اصلاحات في المغرب وسير خويا ديروا لنا هذه الاصلاحات Ha ha ha.
السلام عليكم.